أكدت أكثر مننا بأن حركة البناء الوطني معنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية القادمة، وسوف لن تكون من المقاطعين لها، وأن حركة البناء الوطني إما أنها ترشح، إما أنها تتحالف، إما أنها تترشح. فأمامنا الخيارات مطروحة، وكل الخيارات راني ذكرتها، والورشة الورشة تطرقت إلى هذا في كل الأمور، وتحليلي الذي تكلمت عنه في داخل القاعة كان تمام الوضوح بأن يجب أن يكون هناك انتقال سلس في نهاية العهدة القادمة، في نهاية العهدة القادمة اللي هي عهدة 2024-2029، أن يكون هناك انتقال سلس ما بين جيل وجيل، كما تم هناك انتقال سلس بين جيل وجيل في انتخابات 2019.